اليوم تاع سيسي. عندنا كامل الشرف اننا نحضروا ونكونوا مدعوين طرف جمعيه ليكسوس للسائق المهني، ونكونوا مشاركين في هذا اليوم التحسيسي اللي كيخلد ذكرى 15 اليوم الوطني لحد هو ذكرى 15 سنه هذه باش تاسس هذا اليوم الوطني ديال 18 فبراير. احنا كمؤسسه ديال كاكاديميه البوغاز للسياقه المهنيه، احنا عندنا كامل الشرف اننا نشاركوا اليوم، وعندنا كامل الاستعداد ولو ان يكون هذا اليوم الوطني بشكل يومي على مدار السنه. عندنا كامل الشرف والاستعداد اننا نشاركوا ونساهموا في التوعيه والحد من التوعيه والحد يعني والتعريف بالخطوره ديال الحوادث السير على ربوع المملكه، وبالاخص مدينتنا العريش اللي كتعرف دورها حتى هي حوادث. واخا مدينه صغيره كتعرف حوادث كثيره مميته كتؤدي للعاهات. كاينه احصائيات على المستوى الوطني كتاكد على اكثر من 4000 قتيل، وهذا الرقم هذا 4000 قتيل بشكل هذا رقم مخيف بالنسبه يعني كاحصاء الحوادث السير. ظل هذه الظروف اللي حنا كنعيشوها في الجائحه ديال كورونا اكيد انها اثرت على الانسان، اثرت على السلوك البشري بشكل كبير. كان اكيد انه ينعكس اكيد على الطرقات على السياقه بصفه عامه، لان السياقه راه هي سلوك. ودورنا كان يعني كمؤسسه كندعيو السائق المهنيين للالتحاق بالمؤسسه باعتبارها مؤسسه رائده في التعريف في التكوين في تعريف السلامه الطرقيه، بتكوين في السلامه الطرقيه، تكوين السائقين في البطاقه المهنيه. وهذا شرف لنا يعني كمؤسسة تكون عندنا مؤسسة بحال هذه في مدينة العريش، اللي يعني كنحاولوا نقربوا الخدمات للسائق المهني في ظل الظروف اللي كيعيشها المعيشية اللي كيعيش بشكل مياوم. انه فهمتي باش انه يتبلاصا لواحد المدينة حنا قربنا لعندهم حتى لهنايا. وحنا مرة أخرى كنشكروا جمعية ليكسوس للسائق المهني، كنشكروا المحطة الطرقية بشخص المدير ديالها اللي الله يكثر خيره وفر لنا واحد الفضاء جميل نقي، سخر جميع الوسائل اللوجستيكية لإنجاح هذا اليوم التاريخي إن شاء الله. هذه محطة من مجموعة من المحطات اللي غادي تكون إن شاء الله خلال 48 ساعة. مرة أخرى يعني مزيدا من الحذر، ولنغير سلوكنا إن شاء الله إلى الأفضل.